مرحبا تلاميذي الأعزاء، تلاميذ الصف السادس الابتدائي. موضوع درسنا لمادة الاجتماعيات محافظة النجف الأشرف سيتضمن الدرس الموقع الجغرافي، تضاريس المحافظة، مناخ المحافظة، طرق النقل والمواصلات، الموارد المائية، النشاط الاقتصادي. الموقع الجغرافي، أين تقع محافظة النجف؟ تقع محافظة النجف في القسم الغربي من وطننا العراق، تقع في القسم الغربي من وطننا العراق. تضاريس المحافظة، ما هي أهم المظاهر التضاريسية لمحافظة النجف؟ تقع محافظة النجف ضمن منطقتين، السهل الرسوبي والهضبة الغربية، يضم السهل الرسوبي الأقسام الشمالية الشرقية، من المحافظة، والتي تشكل نسبة تصل إلى قرابة 5% من مساحة المحافظة، والتي تتميز بالانبساط التام في معظم أقسامه. السهل الرسوبي يتميز بالانبساط التام في معظم أقسامه. أما الهضبة الغربية فتضم الأقسام الغربية والشمالية الغربية من المحافظة، والتي تشكل حوالي 95% من مساحة المحافظة، وتتميز أراضيها بزيادة الكثبان الرملية والتلال، والتي تتميز بالارتفاع كلما اتجهنا غربا، مناخ المحافظة، ما هي صفات المناخ السائد في محافظة النجف؟ تقع محافظة النجف ضمن نطاق المناخ الصحراوي الحار، الأمر الذي انعكس تأثيره على تحديد صفة المناخ السائد، والذي يتميز بصيف حار وجاف وبشتاء معتدل، وانعكس ذلك أيضا على كمية الأمطار اللي تتسب بالقلة والتذبذب وتصل إلى 150 مليمتر. طرق النقل والمواصلات، تتميز محافظة النجف بوجود العديد من طرق النقل البرية التي تربطها بالمحافظات المجاورة، كما تضم محافظة النجف مطارا يعرف باسم مطار النجف الدولي. الموارد المائية، اقتصرت الموارد المائية في محافظة النجف على المياه السطحية، وذلك بسبب المناخ الذي عرف طبيعة المناخ السائد اللي هو المناخ الصحراوي الذي عرف بقلة أمطاره. ما هي أهم الموارد المائية في محافظة النجف؟ تتمثل بالمياه السطحية والمياه الجوفية. المياه السطحية المتمثلة بنهر الفرات وتفرعاته، المتمثلة بشط الكوفة وشط العباسية اللذان يتفرعان من شط الهندية الذي يمثل نهر الفرات، وشط الكوفة وشط العباسية المتفرع من شط الهندية وشط الهندية الذي يمثل المجرى الرئيسي لنهر الفرات. المياه الجوفية ويعتمد عليها سكان الأقسام الغربية من المحافظة، حيث تعتمد المحافظة على مصادر المياه الجوفية ولا سيما الأقسام الغربية من المحافظة. تمتاز النشاط الاقتصادي، تتمثل محافظة النجف بوجود العديد من الأنشطة الاقتصادية لا سيما الزراعية والصناعية. الزراعية حيث تزرع، تتميز المحافظة بتنوع النشاط الزراعي، وذلك تزرع فيها العديد من المحاصيل الزراعية، ويأتي في مقدمتها محاصيل الحبوب كالرز والقمح والشعير، والمحاصيل الصناعية كالقطن والذرة وزهرة الشمس، فضلا عن زراعة الجار النخيل. الصناعة، تشتهر محافظة النجف بتوفر العديد من الصناعات لا سيما الصناعات الإنشائية، تتمثل بمعمل اسمنت الكوفة، صناعة الألبسة الجاهزة، الصناعات الغذائية، الصناعات الجلدية وصناعة الإطارات.